بالنسبه للماكله نعم سيدي راه ما خصهاش تكون. واش السميده شكرات السميده تزاد في دقه واحده 130 درهم وما كايناش، ماشي هي هذا الزياده خصها تكون. احنا كنا كنشريو الزيت، انا كنشري الزيت ب 5500 دابا كنشريها ب 85 درهم، 30 درهم زايده في دقه واحده. الله يحسن العون بوبري. انا خدام هنايا في المحطه ندبر 70 درهم ولا 80 ولا 100 درهم، وانا كاري ب 1400 درهم، وعندي سته د العيال، وعندي واحد الكلوه عايش بها. وفين غنمشي انا؟ دابا انا نهضر غير على راسي، بلا ما نهضر على واحده. هاد الزياده ما خصهاش تكون هايدا. الزياده ما خصهاش تكون هايدا، خصها تكون في واحد المستوى. غادي نزيدو في الزيت نزيد واحد 5 درهم ولا 10 درهم، واحد 2 درهم في اللترو، ما نزيدوش 6 درهم في اللترو. بالنسبة للزيت، بالنسبة للسكر، بالنسبة للطحين، راه بزاف. والمواطن جالس، أنا كانت عندي 4 مليون مخبعة، أنا عمل بها العملية، أنا كليتها في كورونا، 17 شهر وأنا جالس. كليتها في كورونا، 17 شهر وحنا جالسين. إنه هذا كورونا هذا كوفيد هذا راه خرج على عباد الله، ولكن هذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى. ماشي ديال الناس، هذا الشيء ديال الله وخصنا نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن كنقول لك زعما هذا كورونا راه خرجت على الناس كاملين، على العالم خرجت عليه، ماشي نقولوا غير حنا في بلادنا ولا على العالم راه خرجت عليه هذا الشيء. ولكن كنهضر ونطلب من المسؤولين الله يطول يجازيهم بخير، خصهم يشوفوا هذه المسائل ديال الزياده، خصهم ينقصوا شويه، وخصوصا بالنسبه للماكله ونمشي الحاجه اللي كتحتاج ضروري. وسيدنا رمضان قارب، فين غيمشي الانسان؟ وسيدنا رمضان كيدي الفلوس، فين غيمشي الانسان؟ وانا احنا في المحطه كيجريو علينا، انا لو كان ما عندي الكلاوي ديالي هما هذوك، نمشي نخدم في البني، نخدم 100 درهم مع شويه، وانا ما نقدرش نهز ثقل، انا الطبيب عاطيني 5 الكيلو ما نهزهاش، وعندي 6 الاولاد، وعندي العائل عنده 25 سنه جالس في الدار وباقي ناعس. هذه 12 النهار باقي ناعس، ما عنده فين يمشي، اللهم ينعس ولا ينوض يعمل المشاكل. الله يرحم الوالدين يا سيدي. ذات يوم سألني شخص، لماذا أنت فقير والأوباش أغنياء؟ فعلا كان سؤالا صعب، ورغم ذلك قررت الإجابة عنه. قلت له لأنهم سلبوا صوتي الانتخابي وحقوقي في الديمقراطية. بالطبع لم يقتنع بهذه الإجابة. فما علاقة الانتخابات والديمقراطية بالغنى والفقر من وجهة نظره؟ قلت له سوف أوضح لك الأمر. نحن في البلاد المتخلفة تحرص النظم الاستبدادية التي تحكمنا على مر العصور على أن تسلبنا حقنا في الانتخابات واختيار من يحكمون، وبذلك تضمن بقاءها حاكمة إلى سنين طويلة جدا، وهي تقوم بذلك من أجل أن تشبع رغبتها في الاستيلاء على الأموال خلال جمع الضرائب الباهتة والرسوم المبالغ فيها، وهو يسمى الدخل الحكومي، والحكومة تزيد كل عام من هذه الضرائب والرسوم ليزيد دخلها، بالإضافة إلى ذلك تستولي لنفسها على جميع ثروات البلاد من بترول وغاز ومناجم ذهب ومعادن، ولا تقدم للمواطن شيئا يذكر مقابل ذلك. أغلب القوانين هدفها أن يزيد الفقر بين المواطنين، لأن الفقراء والجهلة من السهل قيادتهم والتحكم فيهم، كما أن الفقر والجهل يؤديان إلى انتشار التسرب من التعليم وانتشار المرض، والجهلة والمرضى وكذلك الأغنياء لا يقاومون مستبدا، إنما يقاومه ويسعى إلى أخذ حقوقه هي الطبقة الوسطى من الموظفين والمتعلمين الذين يحرصون على أن يحظوا بحياة مناسبة لتعليمهم، حياة تشبه حياة الأمم الأخرى. وعندما شرعنت الحكومة نظامنا لم يعد لها هم إلا سلب حقوقنا وفرض الضرائب الباهظة علينا والاقتراض من الخارج من البنك الدولي وصندوق النقد حتى تجاوزت هذه الديون أو قاربت الدخل القومي، وهو ما يجعلنا نظل فقراء، ليس جيلي فقط بل جيلكم والأجيال التي ستأتي بعدكم. لن نستطيع سداد هذه الديون وفوائدها الكبيرة، وهو ما سيجعل هذه الدول تتدخل في القرار الداخلي لنا وتفرض وصايتها علينا وتقول لنا اصرف هنا ولا تصرف هنا حتى تضمن أن تسترد ديونها، بالتالي سيكون هناك المزيد من الفقر والجهل والمرض بسبب خفض النفقات على التعليم والصحة والزراعة والصناعة وغيرها، وسيتم رهن جميع مقدرات الدولة للدولة الأجنبية. هل عرفت الآن يا صديقي لماذا أنا فقير والأوباش
أغنياء. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.